ده ستاند مثل 8 جنيه. طبعا التوقيتات السنة دي طبعا نسبة الناس اللي موجودة فيه من 10 ل 15% تقريبا على كل سنة. وأنا توقعت إن في أسواق جديدة جدا هتزور مصر، وخاصة الأماكن الدول البعيدة. يعني أنا شايف إقبال كبير جدا من أمريكا، وشايف على دول برضه كرواتيا وإيطاليا، والدول دي كلها بتحاول ده على مصر فيها كبيرة. أنا توقعت إن الناس بتفهمها السعودية بالذات هتكون ليها نصيب كبير. وعدد العيوب الكبير أنا ما عنديش مصر من زمان، لكن بدور على حاجة في الفترة اللي فاتت دي. وأعتقد إن السياحة الشاطئية طبعا هي كانت عاملة حوالي يمكن 85% أكتر من السياحة الثقافية، لكن أنا متوقع إن السياحة الثقافية هتاخد نصيب أكبر، يعني أكبر من ال 15%، يعني ممكن نوصل ل 15 ل 20 ممكن نوصل ل 25%، نظرا لان السياحه الثقافيه بعد اللي حصل من المومياءات ونقل المومياءات والاحتفال اللي تم خطير دوت هيكون له رد فعل كبير جدا علينا في الفتره دي، وده خلى ناس كتيره جدا تجي لنا لان هم شايفين ان مصر ابتدت تعلى بشكل كبير.